عموما الناس ما زالت بتتكلم عن موضوع ان الكاف وقع عقوبة على الوداد مباراتين بدون جمهور، واخد بال حضرتك؟ خلينا برضه نروح للاستاذ فاروق في غرفة الاعداد، عنده قرارات عقوبات الكاف اللي صدرت منذ دقائق. ناخد العقوبات ونشرح لكم مرة تانية. هذه المباراة تنظيم الكاف وليست مباراة الوداد، فليس لا ينطبق عليها العقوبات. تفوز الأقجع يا جماعة، يفصل أي حاجة يا جماعة. يفصل أي حاجة. أستاذ فاروق سعدة في غرفة الإعداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. عندك القرارات العقابية بتاعت الكاف اللي صدرت الآن أو منذ قليل، قول لنا واللبس اللي حاصل. الكاف عاقب الوداد مباراتين بدون جمهور، طبعا من النسخة الجديدة لأن النهائي ملوش دعوة بالوداد. بالظبط، بس العقوبة مباراتين على الرجاء مش الوداد. على الرجاء مش الوداد. لا 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 مش الوداد. طيب ماشي، وضح للناس بقى العقوبات. تمام، العقوبات طبعا كان في يعني النهارده مجموعة عقوبات كبيرة جدا، منها الاتحاد الليبي والوداد والرجاء والمصري البورسعيدي واهلي طرابلس وفاق سطيف وطبعا يعني قائمة كبيرة جدا. فاحنا هنقول المهم اللي نبدا على طول بالرجاء. الرجاء قال لك اتهم نادي الرجاء بسوء سلوك جماهيره اللي القت بعض المقذوفات والالعاب الناريه خلال مباراه النادي الاهلي في الربع النهائي، اللي تجاوز وكمان تجاوز جمهور ساعه الملعب وكانوا بشكل كبير جدا ونطوا من فوق السور المنظر اللي احنا شفناه. فقرر الكاف لعب الرجاء مباراتين المقبلتين على ملعبه بدون جمهور وتغريمه 44000 دولار، كمان غرامه 24000 دولار على الرجاء لاستخدام الدخان والقنابل والليزر ورمي الزجاجات الفارغه، وغرامه 20000 جنيه لفشل نادي او شركه رجاء كذا طبعا لفشلها في الحفاظ على الملعب او نزول الجمهور ارض الملعب وعدم وجود السلامه الامنيه. ده بالنسبه لنادي الرجاء. نادي الوداد المغربي برضه شويه عقوبات محترمه في ماتش الشباب بلوزداد، طبعا اتهم الوداد برضه بسوء السلوك بعد ان اقتحمت جماهيره ارض الملعب للاحتفال والقوا الزجاجات في مباراه شباب بلوزداد وبعض الاعتراضات بصوره جماعيه. فرض غرامه 8000 دولار على الوداد بسبب قيام مؤيدين برمي الزجاجات، فرض 10000 دولار على الوداد لاقتحام الملعب وعدم الالتزام بالاجراءات الامنيه، وبذلك اصبح مجموع الغرامات الماليه على الوداد 18000 دولار، مع تقليص عدد المتفرجين في استاد محمد الخامس بحد اقصى 30000 متفرج خلال نصف النهائي، وده تم تطبيقه في مباراه ديترو اتلتيكو. والمكتب يحذر الوداد في حال تكرار ما حدث فيفرض المجلس التاديبي تلقائيا عقوبه اللاعب بدون جمهور في مباراتين قادمتين، نفس اللي حصل في مباراه الترجي، ده غرامه وتحذير لو حصل ثاني من مباراتين بدون جمهور. تمام. نادي المصري البورسعيدي، طبعا انت شفت حضرتك الخناق اللي حصلت بعد المباراه والمشكله اللي حصلت، في عقوبات كثيره على النادي المصري منها ايقاف اللاعب فريد شوقي أربع مباريات وغرامة 10000 دولار، إيقاف مجدي التراوي مساعد أمين الشعباني أربع مباريات و10000 دولار، مسؤول المصري محمد جابر اللي أنت شفته ضربه بالبوكس وضربه بالشالوت ده إيقافه ست شهور من جميع الأنشطة الكروية المتعلقة بالكاف لصفع الحكم والحكم المساعد، كما كرر غرامة توقيع غرامة عليه 10000 دولار. غرامة على نهضة بركان برضه اتهم نهضة بركان بسوء السلوك بعد استخدام المتفاجئين أشعة الليزر وقنابل الدخان والزجاجات على ارض الملعب، وجد المجلس التاديب انهم مذنبون وبغرامه وقدرها 16000 دولار. انا عايز اقول هنا نهضه بركان هو نفس اللي حصل مع الوداد ومع الرجاء، بس نهضه بركان عشان رئيسه فوزي الاقجع فخدوا 16000 دولار بس بدون ايقاف او بدون تحذير زي ما حصل مع الوداد والرجاء. وطبعا شاب حضرتك وهو خلي بالك وفوزي الاقجع، لولا فوزي الاقجع يدوا عقوبه للوداد اسمها مباراتين مع ايقاف التنفيذ. انت عمرك شفت في الدنيا في الكوره حاجه اسمها مع ايقاف التنفيذ؟ لا طبعا لا طبعا. وفي حاجه ثانيه يا استاذ ناصر، انت خدت بالك الرجاء والوداد ونهضه بركان نفس الكلمه بادئه، سوء السلوك الجماهير واقتحام الملعب والمقذوفات الناريه والعاب الدخان والليزر، الثلاثه زي بعض يا بيه. بص شايف الاستاذ خالد المحترم خالد عبد المنعم صديقي العزيز رئيس تحرير الاهرام الرياضي جاب من الاخر، يعني العقوبات تدل على سيطرة فوزي الأقجع. شايف يا حبيبي؟ قال لك ايه؟ قال لك مسرحية الكاف، شايف الغلاف بتاع الأهرام الرياضي؟ بشكر النجم بشكر الأستاذ بس خالد عبد لحظة بس يا عم لحظة معاك.
عايز بس اشكر الاستاذ خالد عبد المنعم رئيس تحرير الاهرام الرياضي على الغلاف ده. مسرحية الكاف شفتها انا بريد يا جماعة متدلدل ازاي وبيسقف لفاطمة ساموراي والراجل متسب في النص ملهوش لازمة واللي بيحرك الناس زي العرايس من فوز فوز لقجة. بشكر خالد عبد المنعم على هذا الغلاف. اتفضل. انا عايز اقول لحضرتك انت اول ما اتكلمت في الملابس ده في اليوم اللي قلب الدنيا انت قلت ده فوز لقجة بيحرك اللوبي زي البابت زي العرايس كده بيحركهم بايديه زي ما هو عايز. انت اول واحد قلت اللفظ ده وقلت الكلمه دي. انا والله لما شفت الغلاف ده افتكرت حضرتك لما قلت بيحركهم زي البابت كده زي العرايس اللي بتحركهم بايديك كده بالمسرح. انت اول واحد قلت التعبير ده النهارده لما شفت على غلاف الاهرام. ويمكن الحاجه الوحيده اللي عندنا وكانت بترد على المنتخب المغربي على فكره على جريده المنتخب المغربي الكلام اللي اتقال ده فده اكبر يعني واكتر رد عليهم. لا احنا مش بنعيط احنا بنحارب الفساد واللي الفساد اللي موجود من عندكم مين اللي حركه. وطبعا انا بريد يبقى في المنظر ده يعني عيب علينا كمصريين والله العظيم وحشه في حقنا ان يبقى واحد مصري بالشكل ده يا استاذ المصري. ربنا كبير. دي انا عايز بقى اقول لحضرتك عبد السلام وقته انت قلت كلمتين حلوين قوي اكمل لك بقى تصريحين كمان قالهم زياده. قال المغرب بلدي لكن بصراحه اقامه النهائي في المغرب غير عادل ومفيش حياديه في فضايح في الكاف وهي سبب الامور دي ولازم اتخاذ القرارات بدون نظر المصالح من حيث يعني قال كده حدث من قبل ازمه في مباراه المغرب والجزائر وفي مباراه الرجاء ومازيمبي ووقع البكاري جسامه. امتى هتنتهي المهازل في الكاف وامتى هتنتهي المهازل في اللي بيحصل في اروقه الكاف بعيدا عن ان المغرب بلدي وطني اللي بعتز بيه. انا بتكلم بكل حياديه كراجل افريقي فده اللي نقول عليها وشهد شاهد من اهلها راجل عايش وشايف وبيقول كلمه حق. طبعا في هجوم عليه كبير جدا من الصبح من الجمهور الوداد المغربي اللي بيدخلين فيه ويعني وشيمه وانت مش مغربي بابا الكلام ده كله بس الراجل بيقول كلمه حق كلمه حق ام الراجل محترم. ومن ارجع لك تاني مع مباريات الدوري العام يا استاذ فاروق بعد قليل. دي العقوبات يا جماعه واتمنى نكون شرحنا لكم ملهاش علاقه بالنهائي. النهائي بجمهور وفي ملعب محمد الخامس وكان في لجنه من الكاف بتزور الملعب والمدرجات مناصفه بين الفريقين والاهلي في انتظار عدد المتفرجين وفي انتظار الترتيبات النهائيه والساعه الخاصه بانطلاق المباراه. شو بس تبقوا عارفين.